مجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقصر الثقافة ملك حداد بقسنطينة بوابان مفتوحة على جهاز الدرك الوطني تخللتها ورشات وأنشطة استعراضية للتعرف على هذه المؤسسة عن قرب. التفاصيل مع شمس الدين تامن. مختلف استعراضات الخاصة بمهام وحدة من وحدات الدرك الوطني إلى جانب عرض فيديو. هذا الفيديو متضمن لوحدة المفرزة الخاصة للتدخل بعرض ورشات. تضمنت هذه الورشات ورشة التجنيد، ورشة مكتب الشرطة القضائية، ورشة متعلقة بالأمن العمومي. فيما يخص ورشة التجنيد فتحت المجال للفئة الشبانية.